الرئيس الأمريكي يلتقي في البيت الأبيض في الأسبوع الثاني من أبريل. يلتقي الرئيس السيسي لتعزيز التعاون ومناقشة قضايا المنطقة. ملف الجولان السوري وأزمات المنطقة تتصدر اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري لقمة القادة المقررة في تونس بعد غد. قمة أوروبية في العاشر من أبريل القادم عقب رفض البرلمان البريطاني اتفاق بريكسيت للمرة الثالثة. الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة في غرينتش، موعد نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من النيل. أهلا بكم. أهلا بكم. يشهد الرئيس السيسي غدا الحفل الذي يقيمه المجلس القومي للمرأة بتكريم المرأة المصرية والأم المثالية. وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن حرص الرئيس على حضور الحفل كل عام يأتي تقديرا لدور المرأة المصرية، وأضاف أن الدولة منذ تولي الرئيس السيسي الحكم حققت الكثير من المكاسب لصالح المرأة وتوليها مناصب قيادية في مختلف مؤسسات الدولة. يزور الرئيس السيسي العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الأسبوع الثاني من أبريل القادم تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن الزيارة تأتي في إطار سلسلة اللقاءات التي تجمع الرئيسين بهدف تعزيز علاقات الشراكة التي تربط مصر والولايات المتحدة بما يحقق المصالح الاستراتيجية للدولتين والشعبين، فضلا عن مواصلة المشاورات حول القضايا الإقليمية وتطوراتها. بحث وزراء الخارجية العرب اليوم شريعة القرارات التي ستقدم للقادة العرب لإقرارها في القمة العربية التي تستضيفها تونس بعد غد. ستكون قضية الجولان السوري والاحتلال الإسرائيلي لفلسطين على رأس أولويات أعمال القمة 30 لزعماء الدول العربية، إضافة للوضع في ليبيا واليمن والعراق وتطوير العمل العربي المشترك. تصدر الجولان والقدس المحتلان جدول أعمال الاجتماع التحضيري الذي عقده وزراء الخارجية العرب في تونس الجمعة تمهيدا للقمة العربية. الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط أكد مجددا أن الجولان أرض سورية محتلة، رافضا قرار الولايات المتحدة الاعتراف بسيادة إسرائيل عليها، قائلا إن العالم العربي متفق على قضايا لا تقبل المساومة عليها. نقول بصوت واضح أن الجولان أرضا سورية عربية محتلة بواقع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن 242 لعام 67 و497 لعام 81. كما سيتطرق القادة العرب إلى ملف الأزمة في سوريا، حيث تم القضاء على آخر معقل لتنظيم داعش الإرهابي. الأمين العام للجامعة العربية دعا أيضا إلى إيجاد حلول سياسية للصراعات في سوريا وليبيا واليمن. كما جدد وزير الخارجية السعودي إبراهيم العساف رفض بلاده لاعتراف الأمريكية بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، والاعتراف واشنطن أيضا بسيادة إسرائيل على الجولان. ونؤكد هنا رفض المملكة القاطع كذلك لاعتراف الولايات المتحدة ودول أخرى بالقدس عاصمة لإسرائيل. وبهذا الخصوص أجدد رفض بلادي التام واستنكارها للإعلان الذي أصدرته الإدارة الأمريكية بالاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية. وتعتبر القمة العربية 30 هي الأولى التي تنظمها تونس منذ عام 2004، وتحرص تونس خلال أعمال القمة على وضع ملف ليبيا ضمن أولويات المواضيع التي ستناقش، خصوصا إثر خارطة الطريق التي قدمتها الأمم المتحدة لوضع حد للفوضى في البلاد وتنص على إجراء انتخابات. نجتمع اليوم ونحن ندرك جميعا دقة الظروف التي تمر بها منطقتنا العربية، وهو ما يستجب منا في إطار مسؤوليتنا المشتركة
الخروج بقرارات وتوصيات متوافق عليها نرفعها إلى قادة بلداننا لتساعدهم على وضع التصورات العملية الكفيلة بتجاوز حالة المراوحة والتقدم نحو إيجاد الحلول والتسويات المناسبة لقضايانا. وتجمع قمة رباعية السبت ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي برئاسة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش لتدارس الأزمة الليبية. أعمال القمة العربية التي تستضيفها تونس هي رقم 30 في تاريخ القمم العادية والقمة 43 في مجمل القمم العربية التي تشمل 9 قمم طارئة و4 قمم اقتصادية. تستضيف تونس أعمال الدورة العادية 30 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة من 26 إلى 31 من مارس 2019. تبحث القمة أهم الملفات العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن والتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية. استضافة تونس للقمة العربية العادية 30 قرار اتخذه القادة العرب في القمة العربية العادية 29 قمة القدس في منتصف إبريل 2018 بمدينة الظهران السعودية بعد اعتذار البحرين عن عدم استضافة القمة. تترقب تونس حضور نحو 6000 ضيف لحضور فعاليات القمة، منهم 1000 يمثلون الوفد السعودي باعتبار السعودية تولت رئاسة الدورة 29 للقمة إلى جانب 21 وفدا رسميا يمثلون الدول العربية. أول مؤتمر قمة عربية عقد في العام 1946 بدعوة من الملك فاروق في أنشاص بمصر، وشاركت فيه الدول السبع المؤسسة لجامعة الدول العربية وهي مصر والأردن والسعودية واليمن والعراق ولبنان وسوريا. منذ تأسيس الجامعة العربية في العام 1945 عقد القادة العرب 42 اجتماع قمة توزعت بين 29 قمة عادية و9 قمم طارئة و4 قمم اقتصادية. عقد الأربعينيات شهد قمة واحدة هي الأولى، كما عقدت قمة واحدة في الخمسينات استضافها لبنان في عام 1956، أما عقد الستينيات فشهد 5 قمم. في السبعينيات عقدت أول قمة غير عادية استضافتها مصر في سبتمبر 1970، وشهد هذا العقد 6 قمم عادية استضافت منها مصر مؤتمر القمة الثامن في 1976 قبل قمة بغداد في العام 1978 التي أعلنت القطيعة مع مصر. عقد الثمانيات كان عقد القمم غير العادية بامتياز، حيث شهد انعقاد 5 قمم غير عادية من الثانية إلى السادسة مقابل قمتين عاديتين في ظل غياب مصري. وجاء عقد التسعينيات ليشهد عودة مصر للجامعة العربية، حيث شهد هذا العقد 4 قمم غير عادية استضاف العراق منها أول قمة في أغسطس 1990، ثم استضافت مصر 3 قمم غير عادية في أغسطس 1990 وأغسطس 1991 ويونيو عام 1996. في العقد الأول من الألفية الجديدة عقدت 10 قمم، كان أولها قمة غير عادية في مصر، وعقدت القمم العادية على الترتيب في كل من الأردن ولبنان ومصر وتونس والجزائر والسودان والسعودية وقطر. في العقد الحالي عقدت 8 قمم حتى الآن في كل من ليبيا 2010 والعراق 2012 وقطر 2013 والكويت 2014 ومصر 2015 وموريتانيا 2016 والأردن 2017 والسعودية 2018، ثم قمة تونس في مارس 2019 إلى جانب القمم السابقة. عقدت 4 قمم اقتصادية، الأولى في 2009 في الكويت، ثم في مصر عام 2011، ثم السعودية عام 2013، وأخيرا في لبنان عام 2019.
أهلا بكم مجددا. ينضم إلينا عبر الهاتف الآن من تونس مراد فتحي مراسل النيل للاطلاع على آخر تطورات الأوضاع قبل انعقاد القمة بعد غد. مراد مرحبا بك، وأطلعنا على أهم الملفات التي نوقشت اليوم من خلال الاجتماعات التحضيرية قبل بدء القمة بعد غد، تفضل. مساء الخير. انتهت منذ قليل الاجتماعات التحضيرية كلها للقمة العربية، كان آخر اجتماع اليوم لوزراء الخارجية العرب. منذ قليل انتهت الاجتماعات التحضيرية، وزراء الخارجية يعني أعدوا كل الوثائق التي ستعرض على قادة العرب. هناك ثلاث وثائق رئيسية، أو جدول الأعمال، مشاريع القرارات، مشروع إعلان تونس الذي سيصدر عن القمة العربية. كان هناك جلسة مسائية لوزراء الخارجية العرب استمعوا خلالها لمبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا السيد غسان سلامة، استمعوا إلى عرض منه حول جهود الأمم المتحدة من أجل دعم الأشقاء في ليبيا لدعم العملية السياسية واستكمال المرحلة الانتقالية. كان هناك أيضا لقاءات مكثفة للسيد سامح شكري وزير الخارجية على هامش اجتماعات وزراء الخارجية. التقى وزير خارجية دولة الكويت، عقد اجتماعا ثلاثيا مع وزراء خارجية العراق والأردن، وذلك لمتابعة تنفيذ قرارات القمة الثلاثية التي استضافتها مصر الأسبوع الماضي. كان هناك اجتماعات مكثفة. بالعودة إلى موضوع جدول الأعمال، هناك 20 ملف على جدول الأعمال، قضايا سياسية وقضايا اقتصادية وقضايا اجتماعية. القضايا السياسية بتتصدرها كما تعلم القضية الفلسطينية نظرا للتطورات المتسارعة التي تشهدها موضوع الجولان والإجراءات الوحدية التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من أجل شرعنة الاحتلال في الجولان العربي السوري المحتل. وكان هناك جلسة مشاورات للسادة وزراء الخارجية من أجل التشاور حول مشروع بيان رفع للقمة سيصدر عن القمة وباسم القادة العرب حول هذا الموضوع. هناك أيضا موضوعات تطورات الأزمات في عدد من المناطق في المنطقة العربية، سواء في سوريا، في ليبيا، في اليمن. هناك موضوع الإرهاب وكيفية مكافحته، صيانة الأمن القومي. هناك أيضا ملف شديد الخطورة والأهمية، وهو التدخلات الإقليمية والخارجية في الشأن العربي. كانت هناك لجنة وزارية رباعية أخذت اليوم اجتماع وأعدت تقرير وبيان ورفعته للقمة حول كيفية التصدي والتعامل مع التدخلات الإيرانية والتركية في الشأن العربي. كان هناك العديد من الملفات، وبالتالي بدأت الاجتماعات التحضيرية يوم الثلاثاء الماضي واستمرت حتى يوم الجمعة، وتم ختام اليوم هذه الاجتماعات باجتماع وزراء الخارجية العرب. وهناك يوم غد السبت اجتماع للمجموعة الرباعية الدولية بدعوة من السيد أحمد أبو الغيط بشأن الأوضاع في ليبيا. هذه المجموعة الرباعية تضم الجامعة العربية، الأمم المتحدة، الاتحاد الإفريقي، الاتحاد الأوروبي، وسوف يكون هناك مؤتمرا صحفيا مساء يوم غد إن شاء الله للإعلان عما توصلت إليه هذه اللجنة بشأن دعم الأشقاء في ليبيا. نعم، مراد فتحي مراسل النيل كنت معنا عبر الهاتف من تونس، شكرا جزيلا لك. وفي نفس هذا الملف أيضا ينضم إلينا عبر الهاتف سيادة السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق. سيادة السفير، ملفات كثيرة، لكن التحدي المتعلق بالجولان وتطورات في القضية الفلسطينية لا تزال هي التحديات الأبرز. ما هو المتوقع بخصوص هذه الملفات؟ أظن طبعا كان واضح على القرار في أحد الجانب والتأكيد الثوابت الحل، وذلك إدانة قرار الجولان وقرار فرح الأخر لا تصل أي أو قانون ضمن الضغط دعمهم. سيادة السفير لا نسمعك بوضوح، يعني مضطرة لأن أنهي هذه المداخلة على أن أعاود الاتصال في محاولة للحصول على صوت أفضل مرة أخرى. نراوه إلى أن هذه اللقطات التي نراها مباشرة هي من تونس للمتحدث باسم القمة العربية يتحدث عن أهم الملفات المدرجة على القمة العربية، وأيضا الاجتماعات التمهيدية لوزراء الخارجية العرب، ويتحدث عن أهم الملفات والبنود المدرجة على جدول أعمال القمة ليتباحث بها القادة العرب ومن قبلهم وزراء الخارجية العرب. وكما ذكرنا ملفات هامة تتعلق بالإعلان الأمريكي بإعلان هضبة الجولان جزءا من الأراضي الإسرائيلية، إضافة للتطورات في الأراضي الفلسطينية، هي من أهم التحديات التي تواجه القادة العرب في قمتهم القادمة.
هل هناك يعني هو ملف الجولان السوري استأثر باهتمام اليوم قبل السادة الوزراء في جلسة مغلقة لم أتحدث عن العودة و... نعم تفضل تفضل إينيس فرادي مراسلة قناة العربية. إذن الملاحظ في ختام الأشغال التحضيرية للقمة العربية أنه فقط اقتصرت على تعزيز أو تثمين جهود المبعوث الأممي إن كان في اليمن أو سوريا أو العراق، إذن ليس هناك حلول جذرية أو مواقف جدية. يعني لو أردنا نقول السؤال الثاني هو أن نحن نتكلم عن الأمن القومي عندما نتكلم عن القضية أو الأزمة في الشقيقة ليبيا، كذلك يمكن أن نتكلم زادة على الأمن القومي عندما نتحدث عن الجزائر، ونحن نعرف ماذا تعيش فيه الجزائر اليوم. إذن الجزائر لاحظت أنها لم تكن ضمن خطط البرامج اليوم المشاريع التحضيرية للقمة. غير مطروح موضوع الجزائر. لماذا تطرحون موضوع الجزائر؟ دولة مستقلة وذات سيادة ولنا ثقة في قدرتها على تجاوز. بالنسبة لليبيا وغير ليبيا، هناك يعني خطط ترعاها الأمم المتحدة ونحن جزء من المنظومة الدولية، و يعني والخطوة التي تقوم بها الأمم المتحدة هي ذات أثر أكثر أقوى بالنسبة لحلحلة المواقف، ودائما تكون مسنودة بقرارات من مجلس الأمن. في هذا الاتجاه سيخزام نرجع لك، سيصدر فقط بيان إعلان تونس والباقي هي مجموعة قرارات التي ستصدر، يعني ما فيماش بيان وإعلان، ثم إعلان تونس والباقي هي القرارات العادية التي ستقر في من قبل القمة. نعاود مرة أخرى الآن التواصل مع السيدة السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق على الصوت أفضل هذه المرة. مساء الخير سيادة السفير. مساء النور يا فندم. نعم كنت سألتك ما يعني في المرة السابقة والآن حتى الحديث في المؤتمر الصحفي عن قضية الجولان والاعتراف الأمريكي بأنها جزء من أراضي إسرائيل، ما هو المتوقع أن يتم حيال هذه القضية الهامة؟ يعني لدينا 21 بندا وإعلان تونس، أظن ما يكفي لإدانة هذا الإعلان الجائر الذي لا يتوافق مع الشرعية ولا القانون الدولي، وأدانته الدول أعضاء مجلس الأمن كافة اليوم. فالقرار العربي واضح وصريح وسيكون مدينا للقرار الأمريكي، وسيستذكر أيضا القرار الأحادي الآخر الذي تبنته الولايات المتحدة واعترفت فيه بسيادة إسرائيل على القدس مخالفة أيضا كافة الشرائع الدولية، وبالتالي إعادة تأكيد ومساندة القضية الفلسطينية دبلوماسيا والالتزام بالمواقف الدولية والعربية المعروفة بشأن الجولان السوري سيكونان حتما محلا للتوافق عربي كامل. وأظن إعلان تونس سيتضمن هذه الإشارة بشكل واضح وصريح، بالإضافة لحث المجتمع الدولي لعدم الحزو حزو الولايات المتحدة في هذه القرارات الإنفرادية والتي أدانتها اليوم فرنسا وبريطانيا والأعضاء الخمس الدائمين في الأمم المتحدة، بالطبع عدا الولايات المتحدة. هناك حراك دولي، والسيد سامح شكري كان في واشنطن وأظن أنه أسمع الإدارة الأمريكية ما يلزم في هذا الشأن. طيب والسيد الرئيس سيتفضل. هناك تساؤل يعني حول عودة سوريا مرة أخرى إلى مقعدها في الجامعة العربية، هذه المسألة المؤجلة والآن بعد هذا الاعتراف الخطير فيما يختص بهضبة الجولان، هل ربما يعجل ذلك بحسم موضوع عودة سوريا إلى الجامعة العربية؟ والله أتمنى ذلك، ولكن الرأي العام الشعبي الذي يميل لعودة سوريا للتبوء مكانتها يقف ضده بعض المواقف العربية التي لا زالت جامدة في هذا الخصوص، وبالتالي المواقف العربية لابد أن تتفق على الأسلوب والشكل الأمثل لعودة سوريا. هناك اشتراطات، أن تلتزم سوريا بالحل السياسي وتفتح حوارا واسعا، وأظن أن ما دامت القضية السورية باتت يعني عرضة للنقاش الدولي فما بالك بالحالة العربية، لابد أن نتيح للأطراف العربية الحديث مع سوريا. إذا كان هناك تردد بشأن التوغل الإيراني في سوريا يكون الحديث مع
الإدارة السورية والحكومة السورية بشأن هذا التواجد. أما بعد 8 سنوات منذ عام 2011 من عزلة سوريا فلن يبقى لنا أي تأثير على الساحة السورية، لكن هناك أيضا التزامات على الحكومة لابد من أن تفي بها، والوضع بشأن تواجد إيران داخل الأراضي السورية هو العائق الأساسي حتى الآن. أشكرك شكرا جزيلا سيادة السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق على وجودك معنا عبر الهاتف. هذا وعلى هامش الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية في تونس التقى وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره السعودي إبراهيم العساف. تناول الجانبان استعراض سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين فضلا عن بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية. عقد وزراء خارجية مصر سامح شكري والأردن أيمن الصفدي والعراق محمد علي الحكيم اجتماعا ثلاثيا اليوم على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب التحضيري للقمة العربية بتونس. وقال سامح شكري إن هذا الاجتماع هو متابعة لما اتفق عليه قادة الدول الثلاث الرئيس السيسي والعاهل الأردني ورئيس الوزراء العراقي خلال قمتهم التي عقدت بالقاهرة مؤخرا. وأضاف أن الاجتماع ناقش سبل تنفيذ تكليفات القادة الثلاثة لوزراء الخارجية للإعداد للاجتماعات القادمة على المستوى الفني، حيث تبدأ عملية تنفيذ الأولويات التي حددها الزعماء الثلاث. عين الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة اليوم عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة رئيسا للوفد الجزائري في القمة العربية بتونس. كان رئيس أركان الجيش الجزائري طالب الثلاثاء الماضي بتفعيل المادة 102 من الدستور الخاصة بتنحي الرئيس عن الحكم حال ثبوت عدم قدرته صحيا على ممارسة مهامه في السلطة. وفي تصريح جديد له اليوم شدد رئيس الأركان الجزائري على أنه لا خوف على البلاد في ظل تمسك أفراد الجيش بقيم تاريخهم الوطني. دعت جامعة الدول العربية المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات جادة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والعمل على تأمين حماية دولية للشعب الفلسطيني. وفي بيان بمناسبة الذكرى 43 ليوم الأرض المقررة غدا، طالبت الجامعة المجتمع الدولي بإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والعمل من أجل التوصل إلى حل شامل وعادل قائم على حل الدولتين وفق القوانين والقرارات الدولية. حثت الجامعة العربية الأمم المتحدة ومجلس الأمن على الضغط على إسرائيل لوقف سياساتها وانتهاكاتها بحق أبناء الشعب الفلسطيني. هذا وقد أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن إصابة 8 فلسطينيين من المشاركين في مخيمات العودة بجروح متوسطة في القدم والبطن برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق جباليا شمال القطاع. وتجمع العشرات من الشبان في مناطق مختلفة من الحدود الشرقية لقطاع غزة. أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز تجاه تجمع المواطنين شرق غزة وجباليا. ويأتي تجمع الشبان العفوي في مخيمات العودة على الرغم من إعلان الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار إلغاء فعاليات اليوم في المخيمات الخمسة استعدادا لمليونية العودة في ذكرى يوم الأرض غدا السبت. رفض البرلمان البريطاني اليوم الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي للمرة الثالثة. صوت البرلمان بأغلبية 344 صوتا مقابل 286 صوتا لصالح رفض اتفاق الانسحاب. ودعا دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي إلى قمة أوروبية في 10 أبريل القادم بعد رفض النواب البريطانيين اتفاق بريكزيت. وقد جدد زعيم المعارضة البريطانية دعوته لتيريزا ماي بالاستقالة من منصبها. وينضم إلينا من باريس أو تنضم دكتور كاترين جابر أستاذ الإعلام بجامعة السوربون. مرحبا بك. وبعد رفض البرلمان البريطاني بأغلبية الأصوات اتفاق ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي للمرة الثالثة، ما هو مصير بريطانيا بعد رفض هذه الخطة بوجهة نظرك؟ أهلا
اهلا بك. الحقيقه يعني طبعا اولا اكيد ورئيسه الوزراء تريزا مي في مأزق كبير، واحتماليه سحب الثقه منها من قبل مجلس العموم هي يعني وارده جدا في الايام القادمه. هذا من جهة، ومن الجهة الثانية هو رفض الاتفاق اليوم هو بمثابة يعني يفتح الطريق نوعا ما لإعادة فتح الباب لفرصة إعداد خطة جديدة تماما عن كل الخطط التي حاولت الوصول إليها رئيس الوزراء تريزا مي، ولكن من جهة في احتمالية توصل لخطة جديدة مع الاتحاد الأوروبي بحلول 12 أبريل، أو أنه يتم خروج بريطانيا تماما من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وهذا يعني الاحتمال هو وارد جدا خصوصا في الأجواء الفرنسية التي تتوقع خروج بريطانيا من غير اتفاق. دكتور كاترين، يعني هذه ستعتبر كارثة بالنسبة لبريطانيا، وستكون أيضا أزمة كبيرة للاتحاد الأوروبي. بوجهة نظرك، هل هناك من خيارات بديلة؟ هو بالطبع هي كارثة كبيرة هذا الاختيار، ولكن فكرة احتمالية استفتاء آخر، إجراء استفتاء شعبي آخر للتوصل لحل أو التأكد من الخروج أو البقاء في الاتحاد الأوروبي هي فكرة واردة، لانه المساوئ الاقتصاديه المساوئ التي رايناها في الايام الماضيه بسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي تكاد تكون كارثيه. فاقتصاد يعني بريطانيا تراجع النمو بمعدل 15.3% الشهر الماضي مقارنه بالعام اللي قبله، زائد ان النهارده البورصه وقعت بعد رفض هذا الاتفاق الى ادنى المستويات، وهبوط ايضا الجنيه الاسترليني امام الدولار. فالشعب بدا ان يدرك كل هذه الـ يعني التطورات الاقتصاديه السلبيه، ومن ثم احنا يمكن ان نتوقع استفتاء اخر. هذا من جهه. وبالتالي استقاله رئيسه الوزراء. نعم، هذا مرتقب جدا في الايام القادمه، خصوصا انها ترفض اي اتفاق مع وترفض ترشح حتى اعضاء بريطانيين في البرلمان الاوروبي القادم. وهذه خطوة مهمة. دكتورة كاترين، وفي عجالة، كنت تريدين أن تقولي طرحا آخر، يعني هل هذا هو ما نتوقعه، ولكن هل هناك شيء آخر كنت تودين قوله في هذا الإطار؟ يعني هو في حقيقة الأمر هم سيناريوهان متوقعين، هو الخروج تماما دون اتفاق، أو السيناريو الآخر وهو تمديد المدة طويلة الأجل للخروج البريطاني اللي هي ممكن تستمر حتى إلى العام الماضي لمحاولة التوصل إلى حل. وهذا أيضا سينطبق على شكل البرلمان الأوروبي القادم، هل هو يعني سينطبق عليه الصبغة الشعبوية اللي هم من أمثال تريزا مي أو من أمثال الحزب المحافظ أو من اليمين، أقصى اليمين، أو من المؤيدين لأوروبا. وضحت الصورة. دكتور كاترين جابر، أستاذ الإعلام بجامعة السوربون، شكرا جزيلا لك. والآن نتحول إلى أخبار الاقتصاد مباشرة إلى زميلي أمير داود. شكرا لك دينا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرتنا الاقتصادية وأهم ما نتابع فيها. وزير البترول يعلن عن زيادة إيرادات شركة المشروعات البترولية بما يتجاوز 62 مليارا ونصف المليار جنيه خلال عام 2018. ذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية أن إيرادات شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية بتروجيت تجاوزت 62 مليارا ونصف المليار جنيه خلال عام 2018 بزيادة تقدر بنسبة 21% مقارنة بعام 2017. وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال الجمعية العامة للشركة أهمية الدور الاقتصادي لشركات تنفيذ المشروعات البترولية والتي تمثل الذراع الرئيسية لقطاع البترول لمساهمتها القوية في تحقيق استراتيجيته نحو زيادة الإنتاج من الثروة البترولية والصناعات التحويلية.
أكدت وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر أن عدد المشروعات في المناطق الحرة تجاوز 1090 مشروعا برؤوس أموال وصلت إلى 12 مليارا ونصف المليار دولار، بالإضافة إلى 2,250,000,000 دولار استثمار أجنبي مباشر، وتكلفة استثمارية وصلت إلى 26,200,000,000 دولار. وأوضحت نصر أن هذه المشروعات ساهمت في توفير 192,000 فرصة عمل، مشيرة إلى أن الصادرات السلعية والخدمية حققت خلال شهر فبراير الماضي نحو 1.9 مليار دولار، وحققت الصادرات الخدمية زيادة عن شهر يناير 2019 بنسبة 38%. وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء 7 مناطق حرة جديدة في المحافظات من أجل جذب المزيد من المستثمرين وزيادة الصادرات. أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن التكلفة الاستثمارية لمشروع إعادة تأهيل شركة كيما لإنتاج الأسمدة بأسوان تصل إلى 11,600,000,000 جنيه. وأوضح المركز في رسم توضيحي نشره اليوم أن المشروع مقام على مساحة 60 فدانا، ووصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 94%، وسيتم التشغيل التجاري له في نهاية يونيو 2019، ويسهم في توفير 3,000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء الصعيد. ويهدف المشروع إلى سد الفجوة الموجودة حاليا في أسواق الأسمدة، فضلا عن إمداده لمشروع 1,250,000 فدان بمختلف أنواع الأسمدة، بجانب خلق مدينة صناعية كاملة بأسوان. بحث وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد العصار مع رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الروسية موضوعات التعاون المشترك بين الجانبين، وناقش الاجتماع آخر التطورات بشأن مشروع توريد 1,300 عربة سكة حديد، وكذلك التصنيع المشترك لعربات القطار والترام والمترو لصالح وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية. وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة دائمة تجتمع بصفة دورية للوقوف على الموقف التنفيذي للإجراءات التي يتم اتخاذها بين الجانبين من أجل تفعيل إجراءات التعاون. بحث وزير النقل المهندس كامل الوزير مع رؤساء الشركات القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري وشركات النيل العامة معدلات تنفيذ المشروعات والخطط المستقبلية للتطوير. واستعرض الوزير خطة العمل بكل شركة والإيرادات والمصروفات وأسطول المعدات وأعمال الصيانة الخاصة بها والتحديات التي تواجه كل شركة وسبل مواجهتها، بالإضافة إلى خطط الشركات المستقبلية لتطوير وزيادة الموارد وتأهيل وتدريب الكوادر وزيادة أسطول المعدات. ختام نشرتنا الاقتصادية، وعودة من جديد إلى الزملاء أشرف عبد العاطي ودينا إبراهيم واستكمال البانوراما. تفضل. شكرا لك أمير على هذه المتابعة الاقتصادية. ونستكمل نشرتنا. تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط عدد من قضايا النصب والاحتيال بزعم السفر إلى الخارج، يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لإقرار الأمن في الشارع المصري. تتصدى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لجرائم النصب والاحتيال على المواطنين، والتي تتم بمزاعم مختلفة، إما بدعوى القدرة على التسفير للخارج أو منح شهادات دراسية معتمدة من كيانات تعليمية وهمية، كل ذلك مقابل مبالغ مالية. من يقومون بعمليات النصب يتساقطون تباعا في قبضة رجال الإدارة بفضل يقظتهم واتباعهم الأساليب الحديثة في تتبعهم. فهنا ضبطت الإدارة أحد الأشخاص بالمنوفية يقوم بالنصب على المواطنين من راغب السفر للخارج بدعوى توفير فرص عمل لهم، وعثر معه على أكل شهاد بأسماء شركات لإلحاق العمل بالخارج وجوازات سفر وإيصالات تحصيل نقدية، كما أمكن التوصل لتسعة من ضحايا تحصل منهم على 560,000 جنيه لتسفيرهم، ولم يفي بذلك. كما تم ضبط سيدة بالإسكندرية لقيامها بتزوير شهادات لدورات تدريبية وبيعها لراغب الحصول عليها بمقابل مادي، ومعها 3 أجهزة حاسب آلي وشهادات مقلدة.
الإدارة استطاعت ضبط شخص بالقاهرة يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بزعم قدرته على تحويل الأوراق البيضاء إلى دولارات، وتم ضبط أوراق بيضاء بحجم العملات المالية بحوزته ودولارات مزورة. وضبطت الإدارة أحد الأشخاص بالقاهرة أنشأ كيانا تعليميا وهميا للنصب على المواطنين بزعم منحهم شهادات علمية تبين أنها مزورة مقابل مبالغ مالية تصل إلى 15,000 جنيه للمصريين و5,000 دولار أمريكي للأجانب، وعثر معه على شهادات مقلدة. ليس أمام تجار ومروجي المخدرات فرصة لترويج المواد المخدرة طالما تقوم الأجهزة الأمنية بالتصدي لهم والذين يقعون تباعا في قبضة الأمن بما معهم. فالإدارة العامة لمكافحة المخدرات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام وعدد من مديريات الأمن تمكنت من ضبط اثنين بالجيزة يحملان جنسية إحدى الدول العربية بحوزتهما 27,500 قرص مخدر لعقار الكبتاجون ومبالغ مالية، كما تم ضبط اثنين بالدقهلية بحوزتهما 6 لفافات من مخدر البانجو بقصد الاتجار، وضبط تشكيل عصابي للاتجار في المواد المخدرة بالدقهلية بحوزته 3,500 قرص مخدر لعقار الترامادول. كما تمكنت الإدارة من ضبط عدد من الأشخاص بالشرقية والسويس والدقهلية بحوزتهم 8,000 قرص مخدر و26 طربة لمخدر الحشيش، كل المضبوطات بقصد الاتجار. في إطار تصدي الأجهزة الأمنية الحاسم للمتلاعبين بالدعم، نجحت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وخلال 24 ساعة في ضبط 2408 اسطوانات بوتاجاز و45,500 لتر سولار وبنزين وأكثر من 12 طن دقيق وأكثر من طنين من السكر. وفي مجال الغش التجاري والسلع منتهية الصلاحية تم ضبط أكثر من 18 طن مواد غذائية، كما تم ضبط 2591 طن لحوم ونحو 53 طن أسمدة وأعلاف، وضبط نحو 31,000 عبوة أدوية ومستحضرات تجميل و1,000 قطعة أدوات كهربائية. تسعى الأجهزة الأمنية من خلال الحملات والمأموريات المختلفة إلى إرساء الأمن ودعائم الاستقرار. تتحقق النتائج الإيجابية بالفعل على أرض الواقع بفضل هذه الجهود المبذولة. عبد الله بركات، النيل. نتحول الآن لمتابعة أخبار الرياضة بصحبة الزميلة رغدة أبو ليلى. إليك رغدة. شكرا لك دينا. الوقفة الرياضية وأبرز ما فيها. الزمالك والأهلي يختتمان تحضيراتهما لموقعتهما غدا السبت في الدوري الممتاز. أبو طيب مش طيب، أبو طيب شرس في الكورة.